إلى الله نمضي، يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. أعزائي المتتبعين، أحييكم مجددا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ بالموضوع إن شاء الله كما عهدنا، نبدأ دائما وأبدا موضوعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله الموضوع ديالنا اليوم غادي نتحدثوا إن شاء الله على قصة آدم عليه السلام، كيفاش خلق الله تبارك وتعالى سيدنا آدم عليه السلام، وبحالاش كان شكون اللي كان السبب في الطرد ديالو من الجنة، وبحالاش وكيفاش إن شاء الله هذا الشيء اللي غادي نعرفه. قبل ما نبداو إن شاء الله، ما تنساوش الاشتراك في القناة باش تدعمونا إن شاء الله، وشي كومنتار حنين بحالكم، وإن شاء الله على بركة الله نبداو. إذن بسم الله على بركة الله نبداو القصة ديال اليوم. بعد ما خلق الله جل في علاه الأرض وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها وأرزاقها، خلق الله سبحانه وتعالى السماوات. بعد ما خلق الله تبارك وتعالى الأرض، خلق السماوات، استوى سبحانه وتعالى على العرش، كما جاء في كتاب الله الرحمن على العرش استوى. إذن بعد ما خلق الأرض والسماوات، استوى ربنا جل في علاه على العرش، وسخر الشمس والقمر، وخلق الملائكة يسبحونه. الملائكة يسبحون الله، لا يسأمون ولا يملون عن عبادته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك شاء الله أن يخلق آدم، خلق الله آدم، وذلك لحكمة، إنه هو العليم الحكيم، تعالى ربنا الملك الحق، لله في خلقه شؤون، هو أعلم وأحكم بخلق آدم. كيف ما كنعرفوا أن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، ما عنده لا أب لا أم، خلقه الله من تراب. خلق الله بحالاش خلق الله، سبحان الله، بحالاش خلق سيدنا آدم، خلق الله من قبضة، كيف ما جاء في واحد الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها، من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله. كيف ما شفنا في الحديث أن الله تبارك وتعالى خلق سيدنا آدم من قبضة، قبضة قبضها من جميع الأرض. ما بغيتش ندخل معكم في التفاصيل، حيث غادي يجي الفيديو طويل، شنو هو شكون الملك اللي تكلف بهذا القبضة ديال التراب يجيبها، هذاك الشيء كل شيء، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، اختصرت ما امكن. قبضة قبضها من جميع الأرض، يعني ما جابش واحد النوع ديال التراب، جاب هو انواع ديال التراب. داك الشيء علاش حنا سبحان الله العظيم فينا البيض وفينا الكحل وفينا الحمر وفينا بين هكا وهكا مخلط، فهمتوا بحالاش،
وفينا اللي مزيان وفينا اللي ما مزيانش وفينا اللي قوي وفينا اللي ضعيف. من هنا جات هاد الصفات هذه، من هاد الطرب هذه المختلفه، سبحان الله العظيم. وكل هذا سبحان الله فيه حكمة إلهية. فمثلا لو خلقنا الله كلنا من تراب واحدة، خلقنا متساويين في اللون، متساويين في الأخلاق، متساويين في الأرزاق، سبحان الله راه الأرض غادي تفسد كيف ما جاء في القرآن تبارك وتعالى، لا فسادت الأرض، ما غاديش يكون واحد التوازن في الطبيعة، سبحان الله العظيم. فسبحان الله فاش خلق الله سيدنا آدم من هذاك التراب، خلقوا جسد ديال البشر، خلقوا هكاك وخلاه 40 سنة والله أعلم كيف ما كي جا في بزاف ديال الروايات، خلاه 40 سنة ما نفخش فيه الروح، سبحان الله العظيم. لحكمة، أي حاجة درها الله إلا وفيها حكمة وعبرة. خلق الجسد ديال البشر من الطين وخلاه مدة 40 سنة هكذاك ما نفخش فيه الروح، خلاه هكاك. فلما رأت الملائكة هذا الجسد فزعت منه، وكان إبليس أشد فزعا منهم، فكان كلما مر به يضربه، فكان يخاطب هذا الجسد المخلوق من طين ويقول له: لأمر ما خلقت. إذن فاش خلق الله تبارك وتعالى الجسد ديال آدم عليه السلام وبقى مدة 40 سنة ما نفخش فيها الروح، كانت في ما تدوز عليه الملائكة كتشوفو كتخلع منه، وإبليس كان أشد خوف من هذا الجسد، هذا كان في ما يدوز حدا هذاك الجسد كيضربو بيدي هكا، زعما ما كيشوفو ردة الفعل واش غادي يدير شي ردة الفعل. سبحان الله، قال لك فاش كانوا كيضرب هذاك الجسد هكا كان كيتسمع ليه داك الصوت ديال الطين، داك الصوت اللي ضربتي دابا شي قله ديال الطين كتسمع ليك الطران، كانت كتسمع هذيك النبره. وكان ابليس كان كيقول ليه لامر ما خلقت، يعني خلقك الله لشي حاجه لغرض ما. فدخل ابليس من فمه وخرج من دبوره، فقال إبليس للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإنه أجوف. قال إبليس للملائكة: ما تهربوش فإنه أجوف. أجوف يعني خاوي من الوسط. وشنو قال؟ قال إبليس لعنة الله عليه: لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعصينه. من هنا بدات الغيرة ديال إبليس على آدم وذريته، الغيرة والحسد والحقد من هنا. ثم بعد ذلك نفخ الله تعالى الروح في آدم، وأسجد الملائكة له، وعلمه الأسماء كلها. كلنا نعلم والله أعلم أن آدم خلق يوم الجمعة كما جاء في عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيها أن آدم خلق يوم الجمعة. فلما خلقه نفخ فيه من روحه، لما خلق الله تعالى آدم نفخ فيه من روحه. قال الله لآدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأنبأهم آدم بجميع الأسماء التي علمه الله، فأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، كما جاء في كتاب الله العزيز.
وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا سجد الملائكة لآدم سجود تحية وتعظيم وليس بسجود عبادة إلا إبليس استكبر وأبى أن يكون مع الملائكة أبى إبليس أن يكون مع الملائكة ساجدا لآدم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا الفيديو. هذا غيض من فيض وزهرة من بستان جميل، ولكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله كي لا أطيل عليكم. إن شاء الله في الفيديو القادم بحول الله وقوته سأتابع معكم إن شاء الله قصة آدم عليه السلام وكيف استطاع إبليس أن يخرجه من الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.